انتهى يا دكتور، وانا بستمتع معاك. عايز يعني ما اعرفش السرقه دي تجوز ولا اسرق من المخرج دقيقه واحده نقسمها انا وانت. امراه تشرب الشيشه امام زوجها واولادها، فما الحكم؟ باجابه مختصره نفصلها في لقاء اخر. اتفضل يا دكتور. نعم، هذه آثمة، وشرب الشيشة والدخان حرام، فهذه آثمة وتفعل ذلك وهي قدوة أمام زوجها وأمام أبنائها، فعلى زوجها أن يمنع. على زوجها أن يمنعها. نعم، ولا القوامة. لا القوامة، وإن كسر الشيشة لا حرج في لا ذلك. حرج في ذلك، زوجته قائم عليها. الله ما كنتش أعلم. أحب أختم بهذا السؤال، بس هذا من عموم البلوى اللي بدأت أيوة تظهر في نعم. مجتمعنا.